مشتاق للبيت، مشتاق لأبوك، ومشتاق لأمي. نزار نزار. حاضر حاضر يا حضرة الشرطة. من أن اليوم نزار. حلو والله يا نزار على الشغل اللي عملها. شو مفكر لحالك يعني؟ مش عارف شو مفكر لحالك. هاي عمي، هاي انا فش عندي مزج وفش عندي حدا بفوت لعندي الا وبيعترف كل شيء عنده وكل شيء ما عملوش. والله مش عارف اعمل اعلان ولا ورجيك نجوم الليل بعد الظهر. استنى شوي علي. العمر كتير ولا كتير وعامل هيك كبر لك جديد ولا اقدم لك هناك. والله استنى شوي. الو ايوه مش علينا علينا شو عم يصير معاك؟ نزار. نزار سنة سني لا مخارج مخارج ولك سنة سنك يعني عمرك؟ عمري 17 سنة. 17 سنة يعني انت بالمدرسة؟ الحمد لله. الحمد لله. قول لحظة، ما صرتكش كيف حالك تقول الحمد لله؟ سألتك كيف انت بالمدرسة؟ منيح منيح. جواب وافي وشرح موسع. منيح 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 كثير منيح كثير. يا نزار ركز معي يا نزار، بلا منيح بلا مش منيح، يعني انت شاطر بالمدرسه؟ من اشطر الطلاب، معدلي ما بينزلش عن 87. ايوه وغير البونص. شاطر شاطر. وما ابوك على غير الشاطر يا شاطر. بس انا فيش عندي مشاكل. مش عندك مشاكل؟ هذا مبين من التيك تبعك. إيه ليش؟ التيك تبعي انتم التيك تبعكم تبعكم عندي. الملف تبع الشرطه، الشرطه في خدمه الشعب عندي. شو؟ شو تبع؟ الملف تبعي عندكم. عنا ملفات رسميه وخاصه لما بيعمل مشاكل. بس انا اهدى اهدى وقول لي واشرح لي كيف ولد مثلك ولد شاب بوع بين مشكله. انا مش من حالي بالغلط. مش من حالي، هاي من مشكلتكم يا شباب اليوم. بس واحد وقع بمشكلة بيقول بالغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. بالغلط او مش من حالي؟ مش من حالي. او ما كانش قصدي؟ ما كانش قصدي. او الشيء اللي اثر علي؟ الشيء اللي اثر علي يا حضرة الشرطة، عن جد عن جد ما كانش قصدي. من وانا صغير بحب الرسم، كان عندي هواية اني ارسم. كنت افوت على المطبخ اطول شوكي ارسمها تطلع معي زلف. بعدين اجي اخذ الشوكي ارسمها تطلع معي زلف. بالعكس يعني. وبعدين صرت اطلع على الخلف اخرج تحتي الشجره وابدا ارسم المناظر والبلد كل شيء قدامي ارسمه. وبعدين صرت احب الرسم اكثر واكثر اكثر واكثر. صرت اطلع بين الشوارع بالبلد بين الحارات ارسم الشوارع. انا يا مالي وفكرتك زيتون سوري وطلعت زيتون نبالي. الحمد لله على سلامتك يا ابو نزار. الله يسلمك يا نزار. الله يسلمك. كيف حاسس حالك اسا؟ الحمد لله الحمد لله منيح واحسن كثير. بس اجري بعد وجعيتني شوي. كان لازم تسألك أخرى كم من يوم بالمستشفى. مستشفى؟ عم بقول نزار لما طالع. شو شايف؟ ضبط لك القعدة بلاي بالبيت. إي شو هالحكي يا أبو نزار؟ إي إحنا بنخسر بنات. أنت عمود البيت. وأنت الطوبار. طوبار؟ أنت هذا اللي طلع معك؟ الطوبار يعني ماسك البطون كله كله. بطون؟ شو مفكر لحالك بصفة بطون؟ الواحد بيقول انت وردة البيت، زهرة البيت، النوارة، القوارة، السطح. ايوه 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 ايه بقصد الورد اللي بقلب السطح يا ابو نزار. ايه كله زي بعضه كله زي بعضه. خلص شوف انت وين؟ لسه نزار بيجي بيسمعك. خلص صرنا كبار. طيب شو مع الولد؟ شو مال الولد؟ يعني مش عارف شو ماله؟ لا والله شو ماله؟ بقصد الشكوى اللي اجت عليه من جيراننا. ان شاء الله بيمشي عشان بيمشي مع سامي الافزرين. سامي البيت بيزر براسي هو بهذا. سامي الافزرين بيبيع جرزة السيارات.
شو ماله؟ هذا الشاب سمعته مش منيحة وابننا بعد صغير. ابننا صار كبير وانا بدي اكتب عليه. يا عيني شو قلت لك يابا شو بيت؟ وجمع انت مش لازم ولا اقول لك شو؟ ما بدي لا شو؟ بدي اجيب لي الدواء. ايوه مش بعد اجيب لك الدواء. بدي اجيب لي الدواء. بدي الدواء اجيب لك الدواء يا مرة فوت خلص يابا انا فوت بجيب لك الدواء. فوت يابا فوت. ايه بس اي دواء يابا؟ يابا جيب لي الدواء بسكت الوجع. الوجع ولا بتعرف شو؟ جيب لي دواء بينزل الضغط. ضغطك بتضغط بلد. كل شيء بدك تحكي قدام الولد؟ انت ازاي بتحكي قدامه شرب ولا كل الحق عليك؟ ولك الحق عليك انت بس مش عارف. ولك كل المشاكل عم تحكي فيها ولك بنشوف ولك ولا حد بتطلع ولك هو بده يتجاوب عليك. اوكي انت كل المشاكل من وراك. ولك المشاكل خلصوا لنظام. ولك انا خلاص ولك انت خلص كل بدك تعني 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 فضيرة عشان بس ما انت بتطلعوا الطيارة وتنزلوا الرخصة. ولك انت بتحكي منين؟ شو شو بدك منها؟ كيف بدك تقول لا؟ قلت لك بدك عليك يلا بدك عليك خلص خلص جبت الدواء ما لقيتش الدواء واللي بده الدواء يفوت يجيبوا لحاله.